عن استمرار الانتهاكات الصهيونية ضد الفلسطينيين وقرار حكومة الاحتلال بناء مستوطنات جديدة تنضم إلينا عبر الهاتف من الضفة الغربية المحتلة الصحفية الفلسطينية فيحاء شلش. أستاذة فيحاء، مرحبا بكم. يعني كما استمعت، مجلس التخطيط الأعلى التابع للإدارة المدنية للاحتلال الصهيوني صادق على بناء أكثر من 3000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، لكن بداية، ما أثر تلك الوحدات الاستيطانية على التركيبة الجغرافية والسكانية فيما يخص الضفة الغربية المحتلة؟ نعم، حياكم الله. يعني بالبداية، التوسع الاستيطاني في الضفة المحتلة لم يتوقف أبدا طيلة يعني السنوات، لنقل السنوات العشرين الماضية أو أكثر، لم يتوقف في مختلف أرجاء الضفة المحتلة، خاصة فيما يتعلق في محيط القدس المحتلة. الهدف الرئيسي من إقامة هذه المستوطنات والمسابقة على بناء الوحدات الاستيطانية الجديدة هو خلق تسلسل كامل لمستوطنات الضفة المحتلة وربطها ببعضها، بحيث يصعب في المستقبل إخلاء هذه المستوطنات ويصعب أن ينسحب الاحتلال منها، وبالتالي هي تصبح وحدة واحدة وتحول المدن الفلسطينية في المقابل إلى كنتونات معزولة عن بعضها البعض، ومجرد تجمعات سكنية معزولة عن بعضها البعض وغير متواصلة جغرافيا أبدا. يعني الذي يمر من شوارع الضفة المحتلة يجد بأن كل مدينة وكل قرية فلسطينية هي باتت معزولة يعني عن امتدادها الجغرافي الطبيعي مع مدن بقية مدن الضفة المحتلة، وتقطع يعني يقطع هذا التواصل المستوطنات الصهيونية. المستوطنات الإسرائيلية طبعا في الضفة المحتلة تقام بشكل ليس عبثي يعني، وليس بشكل يعني حسب هوى المستوطنين مثلا، وإنما هي تقام بشكل مدروس ومخطط مسبقا وعن طريق خبراء إسرائيليين يعني يخططون للمستقبل تماما، أي أنها تشكل حزم يعني كل مجموعة مستوطنات تشكل حزام كامل يحيط بالمدن الفلسطينية حتى تمنع إقامة أي دولة فلسطينية متكاملة ومتراصة مستقبلا. هذا هو الهدف من إقامة الوحدات الاستيطانية الجديدة. ولكن أستاذة فيحاء، كنا قد تحدثنا أن القرار قبله رفض من قبل الاتحاد الأوروبي، وأيضا وصف هذا القرار قرار بناء وحدات استيطانية جديدة تصل إلى أكثر من 3000 وحدة استيطانية، وأنها وصفتها دول الاتحاد الأوروبي بأنها تتعارض مع جهود تخفيف التوتر. لماذا يصر بينت على هذه الخطوة حتى في ظل الرفض الأمريكي لها؟ يعني بنت وغير بنت، يعني هناك العديد من الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة التي مرت على الشعب الفلسطيني، وهذه الحكومات كانت تطرح يعني كل حكومة كانت تطرح مخططها الاستيطاني الذي يعني لا يختلف بتغير وجوه هذه الحكومات، هو مخطط موجود ويتم العمل عليه بغض النظر عن من يمثل الحكومة الإسرائيلية الجديدة. ولذلك يعني الحكومات لا يميزها يعني الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة هي أنها لا تنظر أبدا لجميع البيانات الدولية المناهضة لقضية الاستيطان. يعني هناك الكثير مثلا من الوحدات الاستيطانية التي هي الآن قيد الإنشاء، وبعضها قد أنشئ تماما وسكنه المستوطنون، تم الاعتراض عليها مسبقا، وحين يعني يرى الاحتلال الفرصة المناسبة وانشغال المجتمع الدولي بأمور أخرى يتم عمل في هذه المستوطنات بدون توقف. يعني الآليات البناء وآليات الحفر والإنشاء ويعني كل عمليات بناء الوحدات الاستيطانية لا تتوقف في أي مستوطنة، بل على العكس تماما، أصبحنا نرى بأن هناك مستوطنات يعني لم تبنى فيها وحدات استيطانية منذ زمن طويل، الآن باتت يعني أيضا تدخل إطار هذا التوسع الاستيطاني. قبل قليل ذكرت المصادر العبرية بأن هناك خطة سيتم طرحها للمسابقة عليها ببناء 9000 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة عطيرة وهي المقامة على أراضي شمال مدينة القدس المحتلة. كان الاحتلال قبل عدة أشهر بدأ بتجويف هذه المنطقة التي هي كانت بالأصل مطار القدس الدولي في منطقة قلنديا شمال القدس المحتلة، والآن الاحتلال يحاول أن ينشئ فيها 9000 وحدة استيطانية جديدة، ويعني الاحتلال قال بأن هذه الخطة قد يعني تنشئ أزمة سياسية لأنها قريبة من بلدة كفر عقب الفلسطينية المقدسية شمال القدس المحتلة. ولكن طبعا هذا الأمر كما قلنا ليس له الاحتلال الهدف الرئيسي والوحيد لديه هو مزيد من الاستيطان ومزيد من بناء الوحدات الاستيطانية كي يوقف أي أمل أو حلم للفلسطينيين بإقامة دولة فلسطينية متكاملة على أراضي فلسطينية. الهدف هو إبقاء كل التجمعات الفلسطينية المعزولة كي يظهر للعالم وكأن يعني الفلسطينيين هم الذين يعيشون في التجمعات المعزولة، وأن المستوطنات هي التي
تشكل الامتداد الجغرافي الطبيعي. أستاذة فيحاء، من المعروف لديكم أن بنت كان مدير عام مجلس المستوطنات في الضفة الغربية، لكن السؤال المطروح هنا، إلى أي مدى ترين أن القرار الذي دفع إليه وصادقت عليه حكومته هو عربون إن صح التعبير للناخب الصهيوني ليعيد انتخاب بنت مرة أخرى، خاصة أن ولايته ستنتهي خلال عامين، تعتقدين ذلك؟ يعني كل رئيس وزراء صهيوني جديد يقدم على خطة جديدة من أجل أن يكسب نفسه ثقة أمام المستوطنين. يعني هناك من يبدأ بالحروب والعدوان على قطاع غزة، هناك من يحكم الحصار على قطاع غزة، هناك من يبدأ بخطط استيطانية متراصة ومتلاحقة ومتتابعة من أجل محاولة إقناع الناخب الإسرائيلي به، وهناك أيضا من يقوم ب يعني بالإمعان في قتل وظلم الفلسطينيين في الضفة المحتلة. طبعا كل هذه الأمور تزيد من رصيد أي رئيس حكومة إسرائيلي جديد، وبالتالي يعني هذا الأمر غير مستبعد على نسبة لبنت الذي كان وعد، وطبعا هو أحد المتطرفين، يعني هو كان أحد المستوطنين المتطرفين الذين كانوا يدعون دائما إلى حل أحادي الجانب، ودائما كانوا يدعون إلى يعني مسح الفلسطينيين عن الوجود. طبعا بنت الآن يقدم على هذه الخطط الاستيطانية المتلاحقة، وهو الآن الذي سمح للمستوطنين بأداء، يعني أول رئيس وزراء يسمح للمستوطنين بأداء صلوات قامتها في المسجد الأقصى المبارك، هو ينتقل في خطوات بعيدة جدا من أجل أن يحاول. نعم أستاذة فيحاء، ربما فقدنا الاتصال مرة أخرى. على أي حال، من الضفة الغربية الصحفية الفلسطينية فيحاء شلا، شكرا جزيلا لكم.